في المسمى. الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي. اه طبعا الحمد لله، 3 نقاط كانوا مهمين جدا. صح، فوز مستحق من حيث كل حاجه، الفرص، الاهداف، الحيويه، السيطرة. النشاط، السيطره. النادي الاهلي كان متفوق تماما، وبالذات طبعا في الشوط الاولاني. واحنا قلنا يمكن الشوط الثاني ممكن مستر كولر هيبتدي يدي فرص لبعض اللاعبين، وهيريح بعض اللاعبين اللي عليهم ضغط كبير في عدد الماتشات اللي فاتت، زي عبد المنعم وديانج واحمد عبد القادر والشحات. وفعلا ده اللي حصل. ولكن هو بس المشكله في الشوط الثاني، انت زي ما انت قلت، اللعب اقتصادي وعلى القد. بس حتى لو انا بلعب على القد واقتصادي، على الاقل اسيطر، اسيطر على اللعب. لكن انت سبت الماتش يعني ايه سجال، وزي ما يكون من جواك انت حاسس ان اسوان مهما عملوا مش هيجيبوا جوان. بس دي مش مضمونه في الكوره. بس يعني انا هقول لك حاجه، يعني احنا لعيبه كوره وعارفين، احيانا لما بتبقى قاتل الماتش في الشوط الاولاني بيجي لك انت من جواك كده خلاص ان الماتش انتهى. هو طبعا احساس خاطئ، ولكن انت في الملعب بتحس، خصوصا ان كمان ايه، مفيش يعني ما يستدعي انك انت تدوس على نفسك وتخش مش عارف تعمل ايه، ولا قدر الله تتصاب ولا حاجه. فايه، فكان الشوط اقتصادي، بس انت من جواك جالك الاحساس خلاص ان الماتش ده خلص. ماشي ماشي، جميل يا ايمن. ما هو ده وضع طبيعي. لا مش طبيعي على طول. لا يعني احنا عشنا كلاعيبه في بعض الماتشات. ماشي ماشي، انا ما بقولتش ان انك انت مش اكيد ان شاء الله هتكسب المباراه، او بنسبه 99% شكل اسوان الشوط الاولاني مش هيخش في المباراه. ولكن في فرق بين ما انا اهدي الريتم واستحوذ وابقى مسيطر في الاداء، وفرق بين ما انا اسيب الشوط يعني ماشي رايح جاي رايح جاي، اكنه ما انت ما تضمنش الكره بظروفها، كره تروح لابسه تديهم حماس زياده. انا اقصد هي دي بس النقطه، مش بقول انه عيب ان الاهلي يقلل الريتم او يلعب على قد المباراه، ولكن ما انزلش بالريتم لدرجه ان انا ابتدي ادخل الفرقه الثانيه جوه المباراه. أيوه. هي دي بس اللي ملحوظه في الشوط الثاني. أيوه. انت يعني ايه سبت المباراه خالص، لانك متاكد او احساسك من جوه وصل لك ان استحاله اسوان هترجع للقاء يعني. لكن الشوط الاولاني من الاشواط الحلوه للنادي الاهلي، من الاشواط اللي النادي الاهلي المفروض يكون عليها. صحيح مش كل مره هتبقى طالع في الشوط الاولاني كسبان 3، ولكن انا بتكلم على الحيويه، على الاداء، على الاصرار. باين حتى في وشوش اللعيبه لما الكاميرا بتقرب، باين التركيز والاصرار على وشوش اللعيبه، مش عايزين يضيعوا وقت في اي كوره، ضاغطين من الاول ومركزين جدا. وكمان من عوامل التوفيق اللي هي احنا بنقول في المباريات قبل كده، الفرص. مزبوط. انت يمكن كلنا اتكلمنا انه تقريبا، يعني انا بتكلم على الفرص الحقيقيه، طبعا ممكن يكون 4 فرص الشوت الاولاني انت جبت منهم 3، فدي نسبه عاليه وكبيره. صح. فالشوط الاولاني شوط نموذجي، شوط ممتاز للنادي الاهلي، صالح بجماهيره اللي هي كانت زعلانه من الاداء والنتيجه اللي حصلوا في مباراه الهلال السوداني. اللعيبه النهارده بيردوا، لا احنا مش دي الحاله بتاعتنا، وده مش الطبيعي بتاعنا، احنا افضل من كده. وده اللي حصل.